متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع. تتأثر المملكة إن شاء الله مع بداية هذا الأسبوع الأحد بمعنى آخر بمنخفض جوي. هذا المنخفض الجوي هو مصنف من أن الدرجة الثانية، وهو يتمركز في حوض جزيرة قبرص مترافق مع كتلة هوائية باردة ورطبة، يتوقع أن تؤثر على المملكة اعتبارا من ساعات متأخرة من ليلة السبت على الأحد وصباح يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. ومن المتوقع أن تجلب معها أو يجلب هذا المنخفض معه بمشيئة الله كميات من الأمطار. هذا منخفض مصنف بأنه من الدرجة الثانية، أي أنه الدرجة الاعتيادية. توقعات الأمطار تكون بين 15 إلى 30 مليمتر، مع فرصة لأن تشهد بعض المناطق زخات غزيرة من الأمطار في بعض النطاقات الجغرافية. سرعة الرياح تتراوح بين 30 إلى 50 كيلومتر بالساعة. يشمل هذا منخفض تأثيره في شمال ووسط وشرق المملكة، بالإضافة إلى أجزاء من المناطق الجنوبية، ويمتد تأثيره تقريبا من ساعات فجر يوم الأحد وحتى ساعات متأخرة من نهار الاثنين، تقريبا 30 ساعة. وتكون درجة الحرارة في العاصمة وسائر المناطق بين 13 إلى 18 درجة مئوية. عودة للحديث عن النشرة الجوية الأسبوعية، ونبدأ بالأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. إذن فرص للأمطار متوقعة سواء في المنطقتين الشمالية والوسطى، أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة. قد تطال أيضا بعض من الزخات أيضا المناطق أقصى جنوب المملكة بما فيها خليج العقبة، لكن كلما اتجهنا بالاتجاه الجنوبي والجنوبي الشرقي تضعف إجمالا فرص الهطول. تكون درجات الحرارة غدا يطرأ انخفاض ملموس أو الأحد على درجات الحرارة بشكل لافت، وتصبح درجات الحرارة دون المعدلات، ويميل الطقس للبرودة في العديد من الأنحاء، وتسجل تقريبا درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان تقريبا 16 درجة مئوية، في إربد 18، في جبال الشراق 15، في معان 17، وفي خليج العقبة 24 درجة مئوية، وتكون في شرق المملكة 21 درجة مئوية. طبعا يوصى غدا يوصى نهار الأحد إجمالا من ضرورة الابتعاد عن مناطق الأودية والشعاب والمنحدرات ومناطق التي يعني بالعادة يكون بها تجمع لمياه الأمطار، وذلك خشية تشكل السيول المفاجئة، نظرا ما أننا ما زلنا في فصل الخريف، وتكون طبيعة هذه الأمطار أنها ذات غزارة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية الضيقة. أيضا ينصح غدا بالاهتمام أثناء القيادة فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية بسبب أحيانا تدني مدى الرؤية الأفقية الناتج عن الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وأقصد بغدا هو نهار يوم الأحد. في ساعات الليل تبقى فرص الأمطار واردة، لكن تضعف إجمالا الفرصة، لكنها تبقى واردة، لكن تنخفض درجات الحرارة في مناطق البادية والسهول الشرقية إلى مستويات متدنية تصل إلى حدود 5 درجات مئوية أحيانا في بعض مناطق البادية والسهول الشرقية، وبالتالي تصبح الأجواء باردة بوجه عام. يوم الاثنين تبقى المملكة ضمن تأثير خاصة الجزء الشمالي والأوسط من المملكة، بقايا تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبيا، وبالتالي تبقى درجات الحرارة إجمالا دون المعدلات، تسجل تقريبا 16 درجة مئوية العظمى في العاصمة عمان، والصغرى 10 درجات، 19 إلى 12 في إربد، 15 إلى 8 في جبال الشراء، 17 إلى 5 في البادية الجنوبية ومعان، من 24 إلى 16 في العقبة، وتكون من 17 إلى 10 في مناطق البادية الشرقية. تبقى الفرصة مهيئة لبعض الزخات من الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى، ولكن في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة يميل الطقس الاستقرار بشكل أوضح نهار يوم الاثنين، وذلك مع ابتعاد المنخفض الجوي عن أجواء المملكة. يوم الثلاثاء من المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويستقر عموما الطقس في أغلب المناطق، تسجل في العاصمة عمان من 18 إلى 9 درجات مئوية. نلاحظ أن درجات الحرارة في ساعات الليل يعني تنخفض شيئا فشيئا مع مرور الأيام، 21 إلى 12 في شمال المملكة وفي إربد، 16 إلى 7 في جبال الشراء، 17 إلى 5 في معان، 25 إلى 17 في خليج العقبة، ومن 19 إلى 9 في مناطق البادية الشرقية، وتظهر بعض السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة مع وجود فرصة لبعض الأمطار بشكل محدود في المناطق الشمالية من المملكة بمشيئة الله تعالى. أما يوم الأربعاء فيتوقع أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها، ولكن يوم الأربعاء يتوقع أن يكون هناك نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية سواء في المنطقتين الشمالية أو الشرقية أو الوسطى من المملكة، وهذا الأمر يزيد من الإحساس بالبرودة. بمعنى آخر، ربما نشهد كقراءة على الميزان أن درجة الحرارة ارتفعت تصبح 19 في عمان، لكن درجة الحرارة الملموسة أو المحسوسة تنخفض عن الأيام التي سبقت، وذلك بسبب نشاط هذه الرياح الجنوبية الشرقية، والتي أيضا ربما تجلب معها الأتربة المثارة في المناطق الشرقية من المملكة، وتكون مصحوبة بهبات
قوية من الرياح في المنطقة الشمالية، تكون في إربد درجة حرارة من 22 إلى 13، في العاصمة من 19 إلى 10، في جبال أشراء من 19 إلى 9، 19 إلى 7 في معان، و27 إلى 19 في خليج العقبة، وتكون من 20 إلى 13 في البادية الشرقية، وتكون الأجواء مشمسة خريفية مائلة للبرودة في أغلب ومختلف مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى. يوم الخميس من المتوقع أن لا يحدث تغيير جذري على الأجواء ما بين يومي الأربعاء والخميس، تبقى الرياح الجنوبية الشرقية حاضرة في عدد من المناطق لا سيما الشمالية والشرقية وبعض الأجزاء الوسطى من المملكة. تتسبب هذه الرياح بإثارة الأتربة والرمال خاصة في المناطق الصحراوية من المملكة، وتزيد هذه الرياح من الإحساس بالبرودة بشكل عام إبان طبعا نشاطها خلال نهاري الأربعاء والخميس وحتى في ساعات الليل، بالرغم من الارتفاع المتوقع أن يحصل على درجات الحارة كقراءة على الميزان، إنما المحسوسة تكون دون ذلك بشكل لافت. ترتفع درجة الحرارة في العقبة يوم الخميس إلى 27 درجة مئوية في ساعات النهار، تنخفض ليلا إلى 17، 21 إلى 9 في معان، 19 إلى 9 في جبال الشرع، 20 إلى 10 في العاصمة عمان، 24 إلى 13 في إربد، و23 إلى 12 في مناطق البادية الشرقية. أما يوم الجمعة المقبل فيتوقع أن تتأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة، تعود بها مرة أخرى درجات الحرارة للانخفاض الملموس، وتعود تصبح أدون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، تصبح في العاصمة عمان مثلا 16 إلى 10 درجات مئوية، ودون ذلك في مناطق المرتفعات الجبلية تعود مرة أخرى فرص هطول الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى على حد سواء بمشيئة الله تعالى، ربما تكون مصحوبة بالرعد، وتكون الأجواء غائمة جزئيا في مناطق جنوب وشرق المملكة مع تزايد فرص الأمطار حتى في مناطق جبال الشرع. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع، المتوقع أن يكون متقلب بعض الشيء. ندعوكم دائما لتحميل تطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.